رينيه ديكارت في القرن السادس عشر أيها الإخوة، أبو الفلسفة الأوروبية الحديثة، يكتب في كتابه الشهير تأملات ميتافيزيقية في الفلسفة الأولى. وفي التأمل الأول، في أول تأمل، عن مبرراته وأسبابه التي تجعله يسحب الثقة من الحس، من وسائل الحس، من البصر والسمع واللمس والشم والتذوق، هذه الحواس الخمس المشهورة. قال لا نثق بها، لا ينبغي أن نثق بها حتى النهاية، ليست متينة، ليست صلبة تماما. طب والأدلة؟ قال أدلة 1 2 3 4 5، ومن أهمها الحلم. قال حين نكون في الحلم، قال نتصرف ونرى أشياء ونسمع أصواتا ونلمس ملموسات ونذوق مذوقات ونشم مشمومات، نطعم مطعومات، نشرب مشروبات، ونرى صورا ولوحات وأشياء وحركات، كلها على غرار الصور والحركات في هذا العالم، أليس كذلك؟ نحن لا نعيش في المنام، عالما آخر بطريقة أخرى، نفس هذا العالم على نفس الغرار، أليس كذلك؟ ونخاف ونحزن ونبكي، ينهنهنا البكاء أحيانا، أحيانا نستفيق من النوم ونحن نبكي، ونظل نبكي لدقائق، أليس كذلك؟ ونخاف أيضا ونهرب ونغضب وتعلو أصواتنا، وأحيانا قد نستفيق ونحن في حالة غضب شديدة جدا على أقرب الناس إلينا، وبعض الحمقى يسطو بأقرب الناس إليه لأنه استفاق منه وهو غضبان عليه، يقول شعرت طيلة اليوم وأحيانا طيلة الأسبوع أنني أكرهه. عجيب يا أخي، هذا نوع هو هذا.